السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بس بعد إذن حضرتك. تفضل. مثلا أنا عندي مشروع بس ما عنديش رأس مال، فاضطريت إن أنا آخذ فلوس من واحد مصدرها حرام، يعني هو فلوسه حرام. سرقها يعني ولا من لا مخدرات؟ بيشتغل في الحرام أيا كان نوعه، يعني مع لا، أصل رزقه حرام. الحرام قد يختلف. يعني واحد سرق فلوس وجاب لك قال لك شغلها لي وانت عارف انه سرقها. لا هو مش سارق، هو بيشتغل في حاجة حرام طيب محرمة. طيب طيب وبعد؟ طيب هل يجوز ان انا اخذ منه الفلوس دي اعمل بيها مشروعي؟ انصحك بالبعد عن ذلك، انصحك بالبعد عن ذلك، انصحك لا تتعاون على الاثم والعدوان. فضيلة الشيخ شكرا جزيلا. الله يكرمك.